سامعني؟ ايوه سامعين. تمام حبيبتي. لما تشيل الابيدرمس والدرمس ما بقاش في بيل، لان النير فايبر موجوده فين؟ في الايه؟ في الابيدرمس والدرمس. انما الاتشنج الغريب بقى ان بيقول لك ان هو نوت افكتد لما تشيل الابيدرمس اند درمس. هو الاتشنج مديتد بان هي بفري نيرف اندنج، فالفري نيرف اندنج دي موجوده في كل حته، موجوده في الابيدرمس، موجوده في الدرمس، ممكن تبقى موجوده جزء منها في السبكوتينيس تشو، عشان كده it is responding still للهستامين والسيروتونين والبروستاجلاند. لما تحط الجلد في درجه عاليه من الحراره ما ياثرش على البين، ده ممكن حتى يزوده. انما لما بتحطي واحد بيهرش وعايز، فدايما تقولي له ايه؟ ادخل في ميه دافيه، خد دش دافي عشان يقللي ايه؟ الهرش. فلما تحطيه في ميه دافيه عند 40 بيقلل الاتشنج، انما ملوش دعوه بالبين، ده ممكن حتى يزودهولك. الاوبييت بتقلل البين زي ما كده كده بترش لوكال انستيزيا على السلو بين، فاكره؟ انما الاوبييت تلاقيه بيهرش اكتر. تيجي تعمل سكراتشنج يقلل الايه؟ الاتشنج، انما ملوش افكت على البين. الهرش الاوبييت يزود الاتشنج، وده من ضمن الادفرز افكت بتاعت الاوبييت انه بيعمل اتشنج. ما شاء الله احنا خلصنا بدري، المحاضرة ما كانتش كبيرة زي ما كنت متوقعة، فهمتوها بسرعة. طب نراجع كده يا جماعة، اللي عايز يراجع أي حاجة أو يسأل في أي حاجة. نعيد الجزء الأولاني للي حضروها متأخر، بس نقفل التسجيل ولا عايزين تسجلوا الجزء ده؟